مبروك هادي باش تلاقينا. واش نقول لك، هذا التورني هذا الجوله كان في المستوى، يعني كان هنا مراكش وصويره وكازا وفي الرباط، يعني كان في المستوى مزيان، ما عمرو كان في التاريخ لاول خطره، وحتى الجمهور يعني مرتاح على الجوله هكا، وحتى حنا في المستوى اللي قال لك حتى حنا فرحانين، ما عمر شي حاجه بحال هكا في مراكش، ونطلبوا الله تعالى يوفق للجميع. الحكمة حكمت الله، هي اللي تتصرف. داز كوفيد وداكشي جا على غفلة، ما عارف بنادم اش كاين، كاين اللي ما عندوش، كاين اللي ما كذا، ولكن كانت تجربة مزيانة للعالم كاع، المغاربة كانت مزيانة اليوم، والحمد لله مولانا هو فرجها. الأمور هي ولات غازية، الخوت ناشين ولاو العراسات ولاو الموازنية ولا المهم، الحمد لله تحركت الوقت، اللهم لا الحمد. حتى حنا فتحوا لنا الباب ديال هذا المهرجان، ونطلبوا الله التيسير، هذا الشيء اللي نطلبوا الله تعالى، الله يحفظ عنا المبا. ونشكركم بزاف على هذا اللقاء وساعات الرياضة.